بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. صراحة الفترة اللي فاتت كل أسبوع بيطلع لنا حاجة، الحاجة ديت بتبقى غير مفهومة وغير مبررة. يعني مثلا تلاقي الأسبوع اللي فات أو اللي قبل اللي فات عبد الله السعيد بيتقبض عليه في ألمانيا ومفيش أي حاجة من الكلام ده. وفجأة النهاردة نطلع فجأة إن شريف إكرامي حارس منتخب مصر ونجم منتخب مصر نجم النادي الأهلي بيطلع يصرح تصريحات سياسية و بيخبط فيها كتير جدا، وكمان مجلس اداره النادي الاهلي بيوقع عليه عقوبات، واحنا كقناه نادي الاهلي وكلاعيبه نادي الاهلي وكجهاز الفني نادي الاهلي ما يعرفش اي حاجه على الكلام ده. فتيجي تضطر انك تبحث وتشوف تلاقي ان ما فيش حتى في الخبر اللي نشر في اصلا تفاصيل حوار. وبعدين ترجع تفكر طب هل ممكن يكون هو قال على فيسبوك او تويتر او السوشيال ميديا او الكلام دوت، تبحث ورا شريف اكرامي في السوشيال ميديا ما تلاقيش ان هو صرح اي حاجه. طب نرجع لشريف إكرامي نفسه، بسم الله ما شاء الله شريف حارس منتخبات وعلى الصعيد بقى الثقافي واحد خليج اقتصاد وعلوم سياسية، يعني واحد بسم الله ما شاء الله عشان يوصل لهذه المرحلة من الثقافة واحد خريج هذه الكلية، يعني أكيد فاهم قوي هو بيقول إيه وبيعمل إيه وبيسوي إيه وعارف كويس قوي إن كل كلمة طالعة ورايحة فين. وتيجي بعد الكلام ده كله تبحث ما تلاقيش أي حاجة وتلاقي الموضوع في الفراغ، فيجي في دماغك حاجات. طب ليه الكلام دوت دلوقتي؟ وليه من اسبوع عبد الله سعيد قبض عليه في المانيا وهو كان بيستمتع باجازته في المانيا ومفيش اي حاجه والدنيا حلوه جدا معاه؟ وليه دلوقتي شريف اكرامي بيتقال عليه ان هو قال حاجات سياسيه والراجل طلع على موقع التواصل عنده على تويتر وهنشوف مع حضراتكم التويته اللي هو توتها وتشوف بعد كده طريقه شريف وتصريحات شريف. ادي حضراتكم الكلام اللي هو كاتبه على تويتر وبيطالب الاخوه الصحفيين ان هو يعني لما بينشروا اي حاجه او يكتبوا حاجه يتحروا عنها، وفي الاخر حاطط ضحكه وحاطط ابتسامه، وهي دي ابتسامه الابتسامه دي ابتسامه تعجب على فكره، يعني دي الابتسامه اللي احنا كلنا حتى بنضحكها هنا بنضحكها معاه، لان الصراحه هو فعلا ابتسامه تعجب انت مش فاهم حاجه. اخر تصريح هو عمله كان في اليوم السابع، كان في شهر مارس، وكابتن سيد عبد الحفيظ طلع نفى ان مفيش اي حاجه ان شريف ولا تحول للتحقيق ولا اي حاجه، شريف عنده اجازه مع اللعيبه اللي كانت بتشارك بصفه اساسيه زيه زي بقيه اللعيبه اللي برده كانت بتشارك واخده راحه في فتره البطوله العربيه وبيتم تجهيزه في كاس مصر وفي دوري ابطال افريقيا. طيب الكلام ده وراه ايه؟ الكلام ده يبين لك ايه وانت كل اسبوع بتتابع ان في واحد من نجومك بيحصل له مشكله كبيره جدا ومفيش اي مشكله؟ طب هو على يعني على رايي كده في احدى القنوات الناس دي عايزين مننا ايه بقى يا كابتن؟ بس يا كابتن ايه؟ هي إيه دي النقطه. نقطه بقى الناس دي عايزين مننا ايه يا كابتن ايه؟ وهحط لكم النقط واسيب حضراتكم بقى ايه انتوا اللي تفكروا، لان الموضوع الصراحه بقى كتير بقى اوفر. النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله ماشي بخطوات كويسه جدا في الفتره اللي فاتت من الناحيه الخططيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه الانشائيه، من نواحي كتير جدا، وفي حد مش عاجبه ان النادي الاهلي ماشي صح. في حد مش عاجبه ان النادي الاهلي ماشي صح، احنا بنتكلم ليه كيان النادي الاهلي كنادي من اكبر الانديه نادي القرن، من اكبر الانديه في الشرق الاوسط وفي العالم. فهذا الكلام وهذا الحوار ما بقاش منطقي، ما بقاش منطقي ان انت كل اسبوع تلاقي حاجه. يعني ما هل لازم ان يكون في الاهلي على طول في اكشن عشان الناس الساده الصحفيين والزملاء الصحفيين الاعزاء؟ هل هو انت مش لاقي حاجه فبتبتدي تتخيل؟ فوانت بتتخيل كده وانت بتشرب لك فنجان قهوه ولا كوبايه شاي فبتدي تتخيل ان الشريف اكرامي عمل كذا زي ما في واحد صاحبنا تاني تخيل ان عبد الله السعيد قبض عليه؟ هو ده بقى الكلام عن النادي الاهلي؟ النادي الاهلي بيشارك في بطوله عربيه وبيفوز وبيفوز على انديه قويه وبيفوز بشق الانفس واللعيبه ما كانتش بقى لها فتره بتلعب مع بعض وبدايه انسجام و و و و و الكلام ده كله ما ينفعش، لا صح لا صح، الكلام ده غلط. الكلام ده حتى لو انت راجل بتشتغل شغل صحافه انت بتشتغل غلط، لان فين الدلائل بتاعتك؟ فين الدلائل بتاعتك؟ انت بتستند على ايه؟ وعايز ايه؟ ايه الهدف منك؟ ان انت بتقدم معلومه صحفيه؟ طب ما معلوماتك كلها كاذبه وكلها خطا. طب ايه المقصود؟ واشمعنى في الفتره دي؟ ولا هو عشان النادي ماشي كويس؟
فتبتدي الكلام يكتر، وكلام كله ملوش اي علاقه بالواقع واقرب الى سوري في الكلمه الهرتله. كل ده اللي بيحصل هو مفيش اي حاجه منها قريبه من الواقع، والناس بتتصيد حاجات او بتخترع حاجات دلوقتي عشان تبين ان في مشكله في نادي بياخد خطوات كويسه جدا وخطوات مهمه جدا في كل بطوله هو بيلعبها. لو جينا خدنا كل البطولات النادي الاهلي بيلعب فيها دي يعني في الفتره اللي فاتت، سواء كبطوله الدوري سواء ككاس مصر سواء كبطوله عربيه سواء كدوري ابطال افريقيا، شوف انت بنفسك احكم النادي بتاعك ماشي صح ولا ماشي في اي اتجاه. انت اللي تقدر كمشاهد، انت عندك من الامكانيات دلوقتي وكل واحد بسم الله ما شاء الله فاتح على السوشيال ميديا ومنطلق وشايف ومطلع، تقدر تحكم فتقدر تشوف الاكاذيب اللي بتحصل بقت بشكل اسبوعي وبشكل يومي في حاجات ولا ليها اي علاقه بالواقع. وصراحه انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس الموضوع ابتدى يبقى فعلا اخره السمايلي فيس اللي حطه شريف اكرامي في التويته، حابب ان انا احطها تاني على الخبر ده. نروح للموضوع اللي بعد كده نخش في الجد بقى، الكلام المهم، الكلام اللي يفيد مش الكلام اللي ايه بيطلع عن بره الموضوع. تدريبات استشفائيه للاعيبه النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي اللي شاركوا في ماتش مصر حسين ضايع عملوا تدريبات استشفائيه، وده خلال المران اللي اقيم على ملعب التتش بالجزيره. محمد نجيب وليد سليمان كان عندهم تدريبات تاهيليه على هامش المران. محمد نجيب عنده مشكله في العضله الضمه، وليد سليمان كان عنده اصابه في العضله الخلفيه، ونادي الاهلي عنده لقاء نصف نهائي البطوله العربيه وان شاء الله القرعه اليوم الاثنين، والماتش يا اما يوم الاربعاء يوم الخميس. في حاجات كتيره جدا حصلت في ماتش مصر حسين ضايع، ابرزها واللي احنا لازم نتكلم عنه طريقه اداء النادي الاهلي بلاعب فرقه ما كانش ليها اي علاقه بالمباراه غير انها تخرجك بره المباراه، سواء بقى بادعاء سكور سواء بطرق لعب سواء سواء سواء. يمكن الحاجه الوحيده اللي شفناها فنيا كانت بتتعمل صح هو ضغط اللاعب سنتر فيرود بتاعهم على حسام غالي عشان حسام غالي هو صانع الالعاب بتاع النادي الاهلي، دي الحاجه الوحيده اللي فنيا اللي شفتها، لكن الباقي ده كله سهل. يعني سهل في كره القدم ان انا ارصص ال 11 لعيب بتوعي ورا واوقفهم في ال 18. الحاجه المميزه ان الكابتن حسام البدري ابتدى يقرا سيناريو الجيم، وبعد ما قرا سيناريو الجيم ابتدى يفتح الخطوط بتاعه يحاول يعمل استريتش، وحتى تغيير عماد متعب اللي عمل الاسيست الجميل لعمرو بركات في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 90، والنادي الناس كلها تقول لك اشمعنى النادي الاهلي، وحتى الناس اللي كانت بتقول النادي الاهلي محظوظ دلوقتي بيقول لك لا في حاجه فعلا موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب وعنده روح المكسب وعنده روح الفوز وعنده ان الماتش 90 دقيقه بلس. هنا اجيب لك الجون، ادي حسام غالي لعب لازارو، ازارو لعب لمتعب، هنا متعب الناس طبعا طورت الموضوع وخلوا كعب متعب عالمي، هو طبعا كعب متعب عالمي وجميل وكل الكلام ده كله، بس عمرو بركات واقف صح ونادى عليه، والليفل بتاع متعب لما يلاقي انا في وضعيه الكوره، يا ريت بس نرجع مخرجنا، يا ريت نرجع كمان نرجع كمان نرجع كمان قبل ما الكوره تجيله. دلوقتي متعب اول ما يستلم الكوره وسط ثلاثه، انا بكلمكم على لعيب فرود منتخب مصر بقاله اكتر من 11 سنه ومن افضل الفراوده اللي جم في الفتره اللي فاتت، فبالنسبه له ان انا اخش انا شايف العك قدامي، العك يعني ايه؟ اللي شايف الدنيا معكوكه عندي 1 2 3 4 اصفر قدامي، فانا لو استلمت الكوره باي وضعيه في الحته دي احتماليه انها تتقطع مني اكتر من 90%. بص حركة حتى هو بيستلم الراجل بينزل على الارض اللي قدامه، فما فيش قدامه غير حل من الاثنين، يا يعني يحاول ياخدها بترقيصه ويباصي للي اقرب واحد ليه لازارو اللي كان اوف سايد، يا يعمل الحاجه السهله اللي بالنسبه لمتعب سهله، هو بالنسبه لناس كتير دي حاجه جميله جدا وحاجه خرافيه ورائعه، لا ليفل عماد متعب اعلى من كده بكتير. طبعا الكره حطها عمرو بركات بشكل كويس وحط فيها قوه ودقه واحرز هدف جميل وهدف مهم، لكن عماد متعب لو عايز تعرف الليفل بتاعه العالمي اتفرج على ماتش الاهلي والزمالك 4-3، اتفرج على ماتش الاهلي والزمالك في اول جون جابه في لقاءات القمه، اتفرج حط ازاي وتحرك ازاي وحطها في البعيده ازاي، هو هنا يبين لك ليفل عماد متعب ويبين لك الليفل اسيست العالمي. عماد متعب عمل حاجات اقوى من كده، يعني بالنسبه لعماد متعب الحاجه دي سهله جدا، هو الليفل بتاعه
وكخبراته وكمهاره واحد لاعب. امام متعب جاب جون في انجلترا قبل كده في كاس العالم للشباب، خد فرقه انجلترا كلها وجاب جون. فطبعا الواحد يفرح ان امام متعب. وهنا بقى لازم نشكر كابتن حسام البدري الحاجه. اولا امام متعب نزل حوالي الدقيقه 67، يعني خد الوقت اللي يقدر يخش لك فيه في الجيم وينتج لك اللي انت عايزه كمدير فني. انا بتكلم دلوقتي بقى بدماغ كابتن حسام البدري، فرقه بتجيلي خلاص تلت ملعب، ويمكن حتى ما بقتش تيجي تلت ملعب، حتى حسام غالي اللي ابتدوا كانوا بيضغطوا عليه نزلت لهم صالح جمعه وطلعت اكرم توفيق. وعايز اتكلم على اكرم توفيق في حاجه، بس الاول اخلص لكم موضوع متعب، لان الباس طبعا جميل جدا بس متعب عنده احسن من كده 100 مره. وكابتن حسام البدري عارف ان هو بينزل متعب بهذا الشكل لفريق نصر حسين داي هيعمل لك حاجه. وعلى فكره قبل الجون هتلاقي متعب كان ما استلمش الكوره كتير، بس كان بيتحرك بالطريقه اللي تخلق. ادي دقيقه 65 وادي اكرم طالع، وكابتن حسام البدري مش مطلع اكرم عشان اكرم كان وحش. على فكره دي من افضل اللقاءات اللي عملها اكرم توفيق، ومفيش حد في الدنيا ما بيغلطش، ولكن طريقه التحرك ان انا افتح الدفاع هو ده المهم بالنسبه لي مع عماد متعب. ازاي اعمل استريتش، ده البنالتي بتاع وليد ازارو، ولكن ازاي اعمل استريتشنج للديفنس، ازاي يعني اشد الملعب على الباكات بتاعت نصر حسين ضايع عشان اخلق الفرص والمساحات اللي اقدر اشتغل فيها. فهو ده اللي عمله الكابتن حسام البدري مع عماد متعب، وده المدير الفني القدير اللي يعرف يقرا المباراه وعنده ادوات، عارف هي تنزل امتى وتنزل فين وهتعمل ايه. عماد متعب طول عمرك متاكد ان هو حتى في لغايه بعد الدقيقه 90 هيعمل لك حاجه، وده الثقه اللي هو مديها لك ده بيبين لك مستوى متعب عامل ازاي، مش عشان باص بكعبه. فلا متعب عنده احسن من كده بكتير، واحنا دائما سواء في الحصاد او في استاد الاهلي معايا انا دائم الاشاده بدور عماد متعب، لان عماد متعب بين الفراوده اللي ما تلاقيهمش كتير، ما تلاقيش فرود بالامكانيات دي كتير، واساسه اساس صح وبدايته بدايه صح، ولحد دلوقتي له دور بيشتغل فيه في الوقت الصح. ادي جون عماد متعب في الزمالك، ده احد الاهداف. بصوا ادي بشماله حاططها فين وقدامه مين بقى، مع احترامي بصوا مين الباكات، وهو بيستلم بصوا واقف مفضي نفسه المساحه، والابو تريكه ابو تريكه طبعا شايفه من قبل ما يعدل له دماغه، لكن بصوا هو هنا واحد ضد واحد ومعاه مين، ده طارق السيد ومحمد صديق، اثنين نجوم منتخب مصر، ويفضل نفسه المساحه يحطها لك في البعيد. اتفرج هنا بعد ما عدى من عبد الواحد، الزاويه دي صعبه جدا، لكن بص الثقه بيحطها ازاي، هو ده عماد متعب، هو ده عماد متعب. الجون ده من افضل اجوان عماد متعب، لان بص هنا عمل الترنايه عملها بمين، متعب عبد الهادي مدافع منتخب مصر، وبص حاططها بشماله ازاي. احنا جبنا لك جونين متعب حاططهم بشماله في مين، في نادي الزمالك القطب الثاني في الكره المصريه. لا متعب عنده افضل من اللي انت شفته بالكعب ده بكتير جدا، متعب عنده افضل من كده. بص ارتكز وغير غير اتجاهاته وحطها بشماله، وهي عارفه طريقها، ومع متعب ده الليفل اللي الكره عارفه طريقها. وادي هدف الاهلي والزمالك، ادي فلافيو ريحها له، شوف خدها لنفسه ازاي وشوف هيحطها فين في الثمانيات، عشان نستغل سرعته، وعارف ان سرعته هي اللي هتفرق ما بينه وما بين اللي حواليه. ولكن ساعتها عماد متعب كان برضه حاجه ثانيه، ساعتها عماد متعب كان حاجة تانية. فالكابتن حسام البدري، هرجع تاني للموضوع الرئيسي، ان الكابتن حسام البدري انا ببرز كده مع حضراتكم امكانيات عماد متعب، اللي بعد ما انت تشوف الكلام ده كله هتلاقي ان الباس اللي بكعبه ده اقل حاجة عند متعب. لسه متعب عنده اكتر من كده بكتير، ولازم نشيد ان في ناس كتير قوي في الجون بتاع عماد متعب اشتغلت فيه، في الجون بتاع عمرو بركات اشتغلت فيه زيها زي عماد متعب. وادي أحد الأهداف الأخرى لعماد متعب أمام نادي الزمالك، حاجة كده من الفيرست تايم وحاجة من اللي بتعجب الجماهير، لأن ماتشات القمة هي اللي بتبين لك ليفل المهاجم. فيرود اللي بيجيب لك أجوان في ماتشات الزمالك هو لا تقدر تحكم عليه ده فيرود منتخب مصر ولا لأ، لأن أفضل دفاع موجود في مصر دائما بيبقى موجود في الأهلي والزمالك، ما بيبقاش قليل قوي لما بتلاقي مساك أو مدافع بره الأهلي والزمالك في منتخب مصر. فانت تقدر تحكم على المهاجم هو المستوى بتاعه ايه من ماتشات الاهلي والزمالك، وزي اليافطه كده ما مكتوبه هناك فرق، هو فعلا هناك فرق.
في كل حاجه من فضل الله في النادي الاهلي واي نادي اخر، ودي جزء من اهداف عماد متعب. شوفوا الاستلامه والحطه، وانا مش يعني الجون دوت بيلخص لك من هو عماد متعب. استلم ازاي وحطها ازاي، ده كان ماتش الاتحاد الليبي اعتقد اللي النادي الاهلي كان لازم ومطالب ان هو يكسب بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وهو جاب جون ومحمد فضل جون، والهدف الثاني الثالث كان جابه شهاب الدين. وادي الروح بتاعت عماد متعب، وادي الجمهور اللي الصراحه هقول لحضراتكم احد اهم اسباب فوز النادي الاهلي في اللقاء اللي فات هو وجود الجمهور النادي الاهلي في هذا اللقاء. بص الاستلامه وبص الدوران وبص ازاي حطها، هو ده اللي باين لك مستوى عماد متعب الليفل كمهاجم عامل ازاي. فالباس اللي هو عمله ده اقل حاجه عنه. نرجع تاني لموضوع اكرم توفيق، وعندي اعتاب لمخرج اللقاء. لما في لعيب بيخطا في حاجه وبترجع عليه بالكاميرا مره ماشي حاجه كويسه، لكن اكرم توفيق ده مستقبل مصر مش مستقبل النادي الاهلي فقط. لعيب في منتخبات الناشئين وفي كل المنتخبات. فلما يكون هو في هذا السن وحاسس بالمسؤوليه، وكان باين عليه جدا المسؤوليه حتى بعد ما تم تغييره، وافضل طول الماتش ما اوريش اي حاجه غير ان انا بعمل كلوز عليه، ده لا يصح. وانت بتتحمل مسؤوليه، لانك بتحمل شاب محترم عنده الامكانيات وشوف دعمه زملائه ليه، انت بتحمله فوق طاقته. ومفيش حد في كره القدم ما بيخطئش، كل الكباتن الكبار بمن فيهم كابتن ابو تريكه، كابتن محمود الخطيب، كابتن شوبير، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، كابتن وائل جمعه، كابتن شوف اي كابتن من الكباتن، مفيش حد ما بيغلطش. لكن طول الماتش انت ما وراكش حاجه غير ان انت تيجي على اكرم توفيق بالذات، ده حرام عليك، خاصه وهو في المرحله العمريه ديت، واحد بيستنى الفرصه، واحد عايز يثبت نفسه، واحد لسه بيقدم اوراقه لجمهور النادي الاهلي، عايز يقول لهم انا موجود، انا صفقه كويسه، انا ليا مستقبل كبير. فان انت تفضل سايب الماتش كله وكل احداثه والناس اللي بتقع، يعني تحس ان كل واحد من لعيبه نصر حسين ضايع، يعني ولا كان واحد يعني ضربه بالنار. وشوف كل اللي همك رد فعل اكرم توفيق، ده حرام عليك. يعني ده اللعيب الناشئ اللي احنا المفروض نقف بجنبه. خلاص جبتها مره وخلاص. وفي مخرجين كبار لو انت عايز تقلدهم مش بالشكل ده. يعني التقليده كانت بلدي قوي. يعني التقليده كانت بلدي قوي، ولازم يا اخوانا المخرجين لازم يبقوا بيفهموا كوره اكتر من كده، لان انت لو فاهم كوره اكتر من كده مش هتعمل حاجه زي كده في لعيب ناشئ. في فرق ما تعملها بلعيب كبير وعنده جماهيريته وخلاص واخد وضعه وعارف اتزانه، لكن ماتش زي دوت لا قدر الله نادي الاهلي كان اي نتيجه عكسيه، انت كان ممكن تدمر مستقبل اكرم توفيق. ان شاء الله النادي الاهلي القرعه بكره، اتمنى النادي الاهلي تبقى قرعته كويسه ويكمل مشواره في البطوله العربيه، لان النادي الاهلي في اي بطوله بيخشها بيبقى المرشح الاول للفوز باللقب. عندنا خبر مهم ان في اجتماع تنسيقي تم بين الكابتن حسام البدري والكابتن حماده صدقي اللي خد مهمه المدير الفني للمنتخب المحليين عشان حاجات كتير جدا، ابرزها اللعيبه اللي عايزها كابتن حماده صدقي معاه في المرحله الجايه. ولازم يتم اجتماعات ما بين المديرين الفنيين للمنتخبات والمديرين الفنيين للانديه. ليه؟ عشان وجهات النظر والطلبات والمتطلبات تتوافق. النادي الاهلي عنده مشوار، منتخب مصر للمحليين له مشوار، كابتن حماده صدقي جه مكان كابتن هاني رمزي، فالراجل عليه مسؤوليه، ده منتخب، والمنتخب دوت برضه لازم كل مره هقول لكم ايه الهدف منه. الهدف منه ان انت يبقى عندك دعامه لمنتخب مصر الاول، لعيبه المميزه في الدوري المصري الممتاز اللي ما عندهاش خبرات دوليه، وفي بعض الاوقات انت بيكون عندك نموذج كويس تاخده معاك في المعسكر كمنتخب مصر، انا بتكلم مع هيكتور كوبر، ولكن في بعض من الاوقات بيتم استبعاده لعدم وجود خبرات، لان ممكن ينزل ماتش مهم وفي جمهور وفي ضغط وتخوف الخبره يبعدك عن ان انت تتم اختياره. ففكره انشاء منتخب المحليين
جت على هذا الأساس إن أنت بيبقى عندك لعيبة مميزة في الدوري الممتاز لا يتم اختيارهم من قبل المدير الفني هيكتور كوبر، فيتم استدعائهم مع الكابتن حمادة صدقي ويتم إعدادهم بشكل جيد عشان لما يكون في احتياج ليهم يكونوا جاهزين. هو ده المهمة بتاعة الكابتن حمادة صدقي مع منتخب المحليين اللي قرر إقامة معسكر تدريبي لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء ويستمر حتى 5 أغسطس، وده في إطار الاستعداد للقاء المغرب ذهابا وعودة يوم 13 و18 أغسطس المقبل في تصفيات أمم أفريقيا للمحلين. عندنا خبر آخر، نروح لمجلس إدارة النادي الأهلي. المهندس محمود طاهر يفتتح غدا صالة الجمباز بفرع الجزيرة بعد تجديدها. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر عصر اليوم الاثنين هيفتتح إن شاء الله صالة الجمباز بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد تجديدها وتطويرها بالكامل في الفترة الماضية. مهندس إسماعيل مصطفى رئيس الإدارة الهندسية أكد إن أعمال التطوير الصالة اللي بتبلغ مساحتها 1000 متر تقريبا بلغت تكلفتها 5 مليون جنيه واستغرقت 4 أشهر بالكامل، حيث تم تجديد الصالة بالكامل وتركيب أرضيات وفق المواصفات الفنية للاتحاد الدولي للجمباز حتى تصلح لاستضافة البطولات الدولية. كما شهدت أعمال التطوير تركيب منظومة مكيفات جديدة بالكامل بالإضافة إلى تخصيص مساحة تسع إلى 150 فرد لأولياء أمور اللاعبين مزودة بكراسي جديدة ومكيفة بالكامل فضلا عن تغيير الصاج المجلفن وإعادة طلاء الحوائط وفقا للمواصفات القياسية للاتحاد الدولي للعبة. هنا بيبقى الاتحاد الدولي لكل حاجة بيبقى حاطط شروط وبيبقى حاطط ضوابط بالذات في الإنشاءات. يعني هقول لحضراتكم عشان استاد يعني يستقبل مباريات دولية لازم يكون الاتحاد الدولي الفيفا حاطط عليه اشتراطات لازم تكون موجودة من أول النجيلة لأوضة اللبس لغرفة لمكان الصحفيين، لازم يكون في مكان فيه انترنت، لازم تكون غرف الملابس بالشكل المعين، لازم يكون فيها الحاجات دي كلها، ولازم النجيلة تكون بنوعية معينة عشان تبقى قادر إن أنت تستضيف حدث دولي. فنفس القصة بالنسبة لصالة الجمباز ليها معايير دولية، مجلس إدارة النادي الأهلي درس هذه المعايير وتم تجديدها على أحدث وأعلى المعايير بحيث أنها تكون صالحة لاستقبال كل البطولات وكل الأحداث الدولية في هذه اللعبة. وبيكرم المهندس محمود طاهر أيضا الأمهات المثاليات لعام 2017 ويهدي لهن العديد من الهدايا بالإضافة إلى درع النادي ك يعني هدية إليهم خلال الحفل وكتكريم خاص لوالدة الشهيد إبراهيم حسني آدم عضو النادي الأهلي بالجزيرة. وده الجانب المعنوي، نادي الأهلي على مدار تاريخه دايما بيكون حريص على تكريم أعضائه وتكريم التواصل مع الأعضاء بالشكل الرياضي وبالشكل الثقافي وبالشكل الفني وبكل الأشكال، لأن ده معنى النادي الأهلي ومعنى التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية. نخش من نادي الأهلي على الأخبار العالمية، وما نيجي نتكلم على الأخبار العالمية مفيش حد يعني لا يعلو صوت على صوت انتقال نيمار. نيمار النهاردة يعني تصالح مع اللاعب ساميدو اللاعب المنتقل حديثا إلى نادي برشلونة، والصراحة الراجل في الماتشات الودية سواء أمام اليوفي سواء أمام ريال مدريد عامل ماتشات جامدة جدا جدا جدا. في نفس الوقت باريس سان جيرمان او البي اس جي فريق المملوك للملك القطري ناصر الخليفي عايز يستقدم نيمار باي شكل. فرئيس برشلونه الاسباني بارتوميو في احد اللقاءات الصحفيه، وكان لقاء في استوديو تحليلي، ف طلع واتكلم وقال ان نيمار عشان ينتقل الى فريق باريس سان جيرمان لازم ياخدوا الشرط الجزائي. طب الشرط الجزائي بتاع نيمار 222 مليون يورو ده غير عقده اللي بنسمع عليه فوق ال 300 مليون يورو.
غير ان والد نيمار هو اللي داخل في الصفقه هياخد له لوحده 40 مليون يورو. فلما تيجي تجمع الفلوس دي مع بعض هتلاقي 340 زائد 222، احنا داخلين في يعني 600 مليون يورو تقريبا. فعشان ناخد ال 600 مليون يورو فريق برشلونه ومصمم على الشرط الجزائي، وانا معايا على التليفون طبعا الناقد الرياضي الاستاذ عادل كريم. مساء الخير يا استاذ عادل. مساء الخير يا استاذ محمد. أنا كنت بتكلم على صفقة انتقال نيمار للبي اس جي، وكنت بوضح للسادة المشاهدين إن رئيس نادي برشلونة بارتوميوم مصمم على الشرط الجزائي اللي بيبلغ 222 مليون يورو، ده غير قيمة عقده نفسها اللي في حوالي 300 مليون يورو، غير والده هياخد 40 مليون يورو، ولكن باريس سان جيرمان حتى الآن لم يقم بأي صفقات توازي المبلغ اللي هيدفع بحيث الدخل. فلو تمت هذه الصفقه بهذا الشكل هيتم منع باريس سان جيرمان من المشاركه في دوري ابطال اوروبا، رايك ايه في هذه الصفقه؟ مظبوط كده، حضرتك شرحت الموضوع بالتفصيل فعلا، هو لان لو تم الموضوع بالصوره دي يبقى كده خرق لقواعد اللعب المالي النظيف اللي بيطبقها الاتحاد الاوروبي. لكن هم في بعض الامور التحيليه شويه اللي باريس سان جيرمان بيفكر فيها، واللي يمكن ظهرت اليومين اللي فاتوا، يمكن زي ما حضرتك قلت طبعا الشرط الجزائي 222 مليون يورو، قيمه عقد نيمار نفسها يقال ان هي 30 مليون يورو في السنه، ده الراتب بتاعه في خمس سنين يعني 150، زائد الضرائب حوالي 156، زائد قيمه الوكيل اللي هو والده نيمار سينيور بقى زي ما بيسموه هياخد حوالي 40 مليون يورو، الصفقه تقريبا معديه نص مليار يورو يعني داخل حوالي 11 مليار جنيه تقريبا. فبنتكلم طبعا زي ما قلت لحضرتك ان كان في بعض الحاجات اللي ممكن يبقى تبقى تحايل شويه، قيل كده من يومين ان نيمار هيوقع عقد رعايه مع قطر فاونديشن او مؤسسه قطر الخيريه مقابل 227 مليون يورو او 270 مليون يورو، وقال ان القيمه دي لو حصل التعاقد ده نيمار هو اللي هيسددها، بحيث ان يبقى هو اللي فسخ عقده مش باريس سان جيرمان هو اللي دفع له الفلوس، وفي الحاله دي هيبقى خرج باريس سان جيرمان من فكره اللعب المالي النظيف او فكره الشرط الجزائي. هي كلها زي ما قلت امور تحويليه على الموقف، يعني لان نادي برشلونه رفض تماما فكره التفاوض، هو قال ان ما دام باريس سان جيرمان لعب بالطريقه دي خلاص انتوا عندكم شرط جزائي ادفعوا. فهل ده هيحصل ولا هل نيمار هيرجع في كلامه اخر لحظه؟ لكن يمكن كل المؤشرات بتقول لا انه مش هيرجع في كلامه ولا حاجه. وقيل كمان امبارح ان ماركا النهارده كاتبه ان هو امبارح بعد مباراه الكلاسيكو دخل غرفه ملابس ريال مدريد وودع زمايله البرازيليين زي مارسيلو وكاسيميرو اللي هم اصدقائه البرازيليين اللي معاه في اسبانيا، وقال لهم ان هو مش هيرجع اسبانيا. ف يعني خلينا نشوف الكلام. طب انا عايز اسالك سؤال مهم جدا لان ده اللي بيروح لاذهان المشاهدين دلوقتي. انا كنيمار وعلاقتي قويه جدا بميسي وسواريز وعاملين افضل ثلاثي في العالم، زائد ان انا في برشلونه اقل حاجه بتاهلها هو يا الدور قبل النهائي يا دور الثمانيه في تشامبيونز ليج، على طول منافس للدوري الاسباني على طول في الاجواء. دخولي برشلونه خلاني ابقى منافس ومرشح كبير جدا للكره الذهبيه. مظبوط. لما اروح لباريس سان جيرمان هروح من ناحيه الفلوس وفلوس كتير قوي، ولكن هل الفلوس تكسب الطموح يا استاذ عادل؟ يمكن سؤال حضرتك ده بالظبط اللي قاله جيرارد بيكيه، يعني ده اللي قاله ان هو قال نيمار دلوقتي قدامه اختيار من اثنين، يا البطولات والالقاب يا الفلوس، وهو اللي يختار. فده بالظبط فعلا يمكن هو ده الموقف بالظبط، لان هو طبعا الكلام كله بيقال ان نيمار مش عايز يفضل في الظل ان هو مش نجم رقم واحد، هو عايز يبقى نجم رقم واحد في فريقه. اكيد هو هيبقى نجم رقم واحد في مش بس في باريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي كله. لكن زي ما حضرتك قلت في المقابل انا ماشي عندي هاخد الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، هاخد كل بطولات فرنسا مع باريس سان جيرمان، وده المعتاد يعني. باريس سان جيرمان كان بقاله ثلاث سنين كان بياخد الخمس بطولات كلهم من فرنسا، وهوصل دور الثمانيه وهطلع بره في الشامبيونز ليج. يعني ما فيش انما فكره الطموح انك تلعب على الشامبيونز ليج لا، لان كمان حتى عشان يقدر باريس سان جيرمان يكفي الراتب بتاع نيمار هيبقى مضطر انه يستغنى عن لاعبين مثلا زي فيراتي وزي انخيل دي ماريا اللي يقال ان برشلونه يعني هيخش فيهم يعني كنوع من انواع مش الانتقام، لان هو محتاجهم يعني محتاج يدعم بالاماكن دي. هو ممكن طبعا هو خبر وحش بالنسبه لنا وبالنسبه لك، او ممكن كوتينيو. لا ما اتمناش انا.
يعني عايز اقول لك مش حدث انت اكتر من لوحدك كده. على فكره بقى دلوقتي، كل المشاهدين حتى اللي من لا يشجع ليفربول يقول لك لا احنا عايزين كوتينيو مع صلاح. اه بالظبط، يعني شفت الجون بتاع امبارح والجون بتاع الماتش اللي فات، هو واضح ان الثنائيه اشتغلت بتاعت كوتينيو وصلاح، مش عايزينها تقف يعني، خلينا اه نمشي شويه. وده محتاج ده برضو يا استاذ عادل، يعني كوتينيو محتاج صلاح وصلاح محتاج كوتينيو. مظبوط مظبوط، الاثنين فعلا بيكملوا بعض، وكل تصريحات حتى يورجن كلوب عن الموضوع ده، وكمان مع عوده ساديو ماني ومع وجود فيرمينو ومع وجود لالانا، هو يعني واضح ان هيبقى فيه هارموني جامد جدا في الحته دي. آه الكلام كله ان كوتينيو هو اللي رغبته انه يروح برشلونه، لكن آه يورجن كلوب رفض الموضوع تماما، خاصه كمان ان خلاص صفقه ناري كيتا ليفربول انسحب منها، فمش هيضم لعيب في المكان ده. هو ليفربول يمكن حط رقم كده يعني، قال مش اقل من 110 مليون استرليني، لو هنبتدي نتكلم يعني في بدايه الكلام. ان برشلونه عنده خطط بديله يعني، هو النهارده كمان الكلام كان المفاجاه يمكن ان برشلونه بيفكر في انطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد، وشايف ان جريزمان كمان خيار افضل لانه موجود في الدوري الاسباني بقاله فتره طويله، سواء مع الشتات او مع اتلتيكو مدريد، فلاعيب عارف كويس قوي اجواء الدوري الاسباني. اكيد برشلونه عنده اكتر من خطه، اكيد لما يجي له المبلغ ده، لما يجي له 222 مليون يورو هيدي له خيارات كبيره جدا ان اللاعب اللي انا عايزه هقدر اجيبه. فخلينا بس نشوف في الاول، اذا كنت واحد لسه يمكن الكلام كله في فرنسا، ان بكره باريس سان جيرمان هيعلن الموضوع رسمي خلاص، وان نيمار هيكون لعيب باريس سان جيرمان اعتبارا من بكره. خلينا نشوف يعني، لو حصل ده بكره هنبتدي بقى نفكر مين هو البديل لنيمار في خطه برشلونه. طيب احنا دلوقتي بقى ننتقل الى ليفربول، وننتقل الى تصريحات زملاء صلاح امبارح، وطلع فينالدوم واحد من افضل اللعيبه في ليفربول واتكلم على صلاح بشكل مهم جدا. ايضا يورجن كلوب يوميا بنلاقي فيه تصريحات ما بينه يعني على صلاح. شايف صلاح واندماجه السريع مع فريق ليفربول وتأقلمه، وزي ما قلت لحضرتك ان كوتينيو محتاج صلاح ولعيبة ليفربول محتاجين صلاح، انت شايف الاندماج السريع دوت عامل ازاي؟ اكيد طبعا حاجه كويسه جدا، ويعني بمنتهى الامانه خليني اقول لك، انت عارف انا بشجع ليفربول طبعا، يعني كنت متوقع ان الموضوع يبقى بهذه السرعه، لكن هو صلاح فعلا حس بمسؤوليه ان انا جاي في اكبر صفقه في تاريخ ليفربول، حس بمسؤوليه ان انا جاي زي ما يورجن كلوب نفسه وصفه واحد من احسن اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز الجناح في العالم. فده على طول هو يمكن عمل البصمه بسرعه جدا، يعني هدف في ويجن اتلتيكس، ثم هدف في نهائي الجوله الاسيويه للدوري الانجليزي في مرمى ليستر سيتي، ثم هدف امبارح في ويرتا برلين، والهدفين الاخرانيين كانوا بصناعه من كوتينيو وبتعاون حلو جدا وبشكل حلو جدا وبمهاره عاليه جدا. فثلاث اهداف في اول اربع مباريات وديه لعبها مع ليفربول بشكل بارقام كويسه، يعني هو تقريبا كل مباراه كان بيلعب شوط، يعني هو ما لعبش الاربع مباريات كامله، اهو لعب تقريبا اربع اشواط بالظبط. فمسجل ثلاث اهداف فيهم. ابتدى كمان الكلام كله النهارده في المقارنات في صحف ليفربول نفسها زي ليفربول ايكو والحاجات دي بين صلاح وسولانكي، ان هم دول الصفقتين اللي جم، فشايفين ان سولانكي عمل شغل كويس جدا، صلاح عمل شغل احسن كمان. كلام يورجن كلوب نفسه انه زي ما قلت لحضرتك، هو قال ان عندي لعيب من احسن لعيبه العالم، فاكيد لما اتسال هو اتسال سؤال مباشر لما ساديو ماني رجع، هل ساديو ماني هياخد مكان الوينج اليمين وصلاح مش هيبقى له دور في الفريق؟ فقال لا انا ما اقدرش استغنى عن صلاح دلوقتي في القطه، وقال ان صلاح عنده امكانيه انه يلعب سواء رقم 9 كراس حربه صريح او رقم 10 كصانع العاب او كوينج، وقال كمان ان ساديو ماني ممكن يلعب وينج شمال ويخلي صلاح في اليمين او يبدله، قال الاثنين يقدروا يلعبوا الدور ده. فواضح ان كلوب مش حاطط في اعتباره خالص ان صلاح يخرج بره التشكيل. هو صلاح بيتحط وبيتحط عليه التشكيل، هو ده اللي لازم يحصل. بالظبط، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان مثلا اذا كان كوتينيو وخلاص لعيب هو النجم الاول لفرقه ليفربول، فصلاح ابتدى يخش في الحته دي، ان انا ممكن افكر بقى هل لانا يبقى احتياطي، هل منيح. لا لا اعتقد 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 لانا بقى والجو دوت هيبقى احتياطي، وهيبقى صلاح وماني وكوتينيو وفيرمينيو، اعتقد دول اللي هيبقوا القوة الأساسية للضريبة لفريق ليفربول. لو أستاذ عادل كرايم يعني أشكرك شكرا جزيلا، ودايما مداخلاتك معنا بتبقى جميلة وبتبقى دايما داعمة للمعلومات، أشكرك شكرا جزيلا ودايما تبقى متواجد معنا. ده بعد كده ما قفلنا ملف محمد صلاح مع ليفربول، ده بيبقى آخر حاجة معنا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.